معنى آية ثم ليقضوا تفثهم. قال الله تعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولن يطوفوا بالبيت العتيق. ويحرص الكثيرون على معرفة معنى آية ثم ليقضوا تفثهم، حيث وردت الآية في سورة الحج في سياق الحديث عن بناء إبراهيم عليه السلام للبيت العتيق ودعوة الناس جميعا لأداء الحج لله تعالى. تعددت الأقوال حول معنى آية ثم ليقضوا تفثهم، ولكنها جميعها تدور في فضاء واحد. فالمقصود من قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم كما ورد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في ذلك: وهو وضع الإحرام من لبس الثياب وحلق الرأس وقص الأظافر ونحو ذلك. ومثل هذا القول قال مجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم. وأضاف مجاهد: التفث هو مناسك الحج وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظافر. وقال عكرمة عن ابن عباس: التفث هي مناسك الحج كلها. وعموما التفث هو كل ما يخرج به الحجيج من الإحرام من تقليم الأظافر وأخذ الشارب وحلق العانة ولبس الثياب وغير ذلك. وأشار البغوي في تفسيره معالم التنزيل إلى أن التفث هو القذارة والوسخ من أظافر وشعر زائد يستطيع أن يتخلص منه الحاج في نهاية أداء فريضة الحج. وكان العرب يقولون لمن يستقذرونه: ما أتفثك، أي ما أوسخك. والحاج أغبر لأنه لم يقلم أظافره ولم يحلق شعره، ويكون قضاء التفث بإزالة كل تلك الأشياء عنه وإزالة الأضران والخروج من حالة الإحرام التي كانوا فيها ممنوعون من كل ذلك، من قص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وتقليم الأظافر ولبس المخيط من الثياب.